ومباشرة من العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا عبر سكايب المحلل السياسي مصطفى طوسة. أستاذ طوسة أهلا بك. أهلا وسهلا. أستاذ طوسة، 27.85% لإيمانويل ماكرون و 23.15% لمارين لوبين، كيف تقرؤون هذه النتيجة، نتيجة الدور الأول؟ نعم، هذه نسبة مرتفعة سواء بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يبحث عن ولاية ثانية أو أيضا بالنسبة لمارين لوبين. هذا يعني أن الفرنسيين صوتوا لهم بكثافة واختاروهم لكي يتصدروا لائحة الفائزين في هذه الدورة الأولى، وهذا يعطينا الانطباع بأنه هذا تم على حساب اليسار التقليدي بزعامة أن إيدالغو من الحزب الاشتراكي، وعلى حساب أيضا اليمين التقليدي بزعامة فاليري بيكريس عن حزب الجمهوريون. اليوم المقابلة والمنازلة ستكون بين مارين لوبين وإيمانويل ماكرون، وستكون هناك مدة أسبوعين لمحاولة إقناع الناخبين بالتوجه أولا لصناديق الاقتراع وبالاختيار بين مشروعين، مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون الإصلاحي الذي يريد أن يمدد لنفسه ولاية ثانية، ومشروع القطيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي تجسده مارين لوبين. والكل يعني يتوقع، وهناك عنصر تشويق واضح المعالم اليوم، من سيفوز بهذه المعركة وإلى من ستتوجه الأصوات التي ستعود إلى صناديق الاقتراع في الدورة الثانية من هذه الانتخابات. إذن ينبغي على ماكرون ولوبين حشد الناخبين، فيما طبعت نسبة امتناع كبيرة بلغت 25.14% الدورة الأولى، مع انهيار تام للحزبين الرئيسيين في الجمهورية الخامسة كما ذكرت، اللذين سجلا أسوأ نتيجة في تاريخهما بعد حصول الديغولية بيكريس على أقل من 5% من الأصوات، والاشتراكية إيدالغو على أقل من 2%. نعم، ولدرجة أن فاليري بيكريس أطلقت اليوم حملة تبرعات مالية لأنها لم تحصل على 5%، هذه النسبة التي تضمن لها يعني تعويضات من الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية. أي مرشح لم يصل إلى 5% لا يستفيد من التعويضات، وهي أطلقت حملة تبرع وطنية لمساعدتها من الخروج من هذه الضائقة المالية، وهذا يعطينا فكرة حجم الهزيمة. أما بالنسبة للاشتراكية أن إيدالغو فيعني حتى لم تصل إلى النسبة التي حققها جون لاسال، وهو الذي يقال أنه مرشح الأرياف أو ما يسمى هنا بالصعايدة المصرية الفرنسيين، يعني لم تصل حتى إلى 2%. هذا يعطينا فكرة بأن هناك إعادة هيكلة للحياة السياسية، أن اليسار التقليدي انتهى وتبخر واليمين التقليدي يعني انهار، والآن نحن أمام إعادة هيكلة لهذه الحياة السياسية، وعلى الفرنسيين أن يختاروا أسلوبا وهيئات جديدة للانخراط في العمل الانتخابي والسياسي. أستاذ طوسة، من اليوم الاثنين بدأت مطاردة أصوات ناخبي اليسار، وسيضع المتأهلان إلى الدورة الثانية نصب عيونهم خصوصا استمالة ناخبي مرشح اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشو الذي حل ثالثا بحصوله على 22% من الأصوات تقريبا بفارق بسيط عن لوبين، وبات يظهر في موقع الحكم. نعم، جون لوك ميلانشون لم يدعو صراحة إلى التصويت إلى إيمانويل ماكرون، لكن قال لا يجب على أي صوت يعني ينتمي له أن يتوجه إلى مارين لوبين، ويجب العمل يجب عمل كل شيء لمنع مارين لوبين من يعني الدخول إلى قصر الإليزي. يعني نحو في هذه في هذين الأسبوعين اللذين يفصلان عن الدورة الثانية، هناك استراتيجية لمارين لوبين واستراتيجية لإيمانويل ماكرون. استراتيجية مارين لوبين ستحاول أن تظهر بأن الرئيس إيمانويل ماكرون فشل في حماية الطبقات الضعيفة والمتوسطة، منهم المتقاعدين والعاطلين عن العمل، وأنه فشل أيضا في حماية فرنسا من الهجرة ومن الإرهاب، وكان ذلك ضربة قوية للأمن الفرنسيين. بينما الرئيس إيمانويل ماكرون سيحاول أن يكشف الوجه الحقيقي لمارين لوبين، التي من خلال عمليات توصلية قادت عملية تجميل سياسي وحاولت أن تنسي أنها تنتمي إلى اليمين المتطرف العنصري المعادي للسامية الحاقد على الأجانب، وهو سيحاول كشف هذه الحقيقة لكي يعرف الفرنسيون الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع على من يصوتوا. إذن هي معركة
ستكون قوية بزخم كبير. هناك النقاش بينهما، الجدل السياسي بينهما سيكون في يوم الأربعاء 21 من هذا الشهر، وستكون يعني منازلة صاخبة، لأن الكل سيستعمل كل الأسلحة وكل الذخيرة لتحطيم مصداقية الخصم. أستاذ توسى، على الورق تتمتع لوبين باحتياطي من الأصوات أقل بشكل ملحوظ عن ماكرون، فيمكنها من الاعتماد على دعم مرشح اليمين المتطرف الآخر إيريك زامور الذي حصل على 7% تقريبا من الأصوات؟ نعم، إيريك زامور قالها صراحة، قال يجب التصويت إلى مارين لوبين، لكن صراحة لا أحد يعطيه أي مصداقية، لأننا عندما نتذكر ما قاله إيريك زامور في مارين لوبين من انتقاد عنيف، من احتقار واضح، من أنه قال لن تنجح في الرئاسة الفرنسية ولن تحقق أي أهداف، لا أحد صراحة يعني يتصور أن ناخبي إيريك زامور الذين يعتقدون بأنه فشل في هذه المعركة سيتوجهون إلى مارين لوبين. ربما مارين لوبين تعتقد تريد أن تستقطب هذا المخزون الانتخابي، لكن هناك شرح كبير بين طرفي اليمين المتطرف بصيغته الزمورية وبصيغة مارين لوبين، وحتى وإن استقطبت بعض المخزون فلن يكون كافيا للضمان لها يعني انتخاب أو وصول إلى قصر الإليزي. بينما الرئيس إيمانويل ماكرون سيستفيد من اليمين التقليدي الذي دعا صراحة للتصويت إلى إيمانويل ماكرون، من اليسار الحاكي، من اليسار الاشتراكي، من الخضر، من جون لوك ميلانشون، كل هذه القوى السياسية ستحاول أن تشكل ما يسمى بالجبهة الجمهورية التي سيكون هدفها الأساسي وعنوانها الأساسي إقامة سد منيع أمام اليمين المتطرف لمنعه من الوصول إلى قصر الإليزي. وربما هذه العملية يعني نظريا سهلة المنال، إلا إذا استثنينا معجزة، فالرئيس إيمانويل ماكرون سيكون له ولاية ثانية يوم 24 من هذا الشهر. المحلل السياسي مصطفى توسى كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.